السلام عليكم، معكم عبد الرحمن دويب ومجموعة الوطن الدولي. محاضرتنا اليوم دبلوم المحاسبة، محاضرتنا عن إعداد القوائم المالية. في المحاضرات السابقة نحن تعرفنا على تحليل العملية المالية وكتابة القيود ودفتر الأستاذ، ترحيل إلى دفتر القيود إلى دفتر الأستاذ وترصيدها، ومن ثم تعرفنا كمان على ميزان المراجعة بالمجاميع وبالأرصدة. اليوم رح نتعرف على القوائم المالية. القوائم المالية هي بتتعدد لأربع أو خمس أقسام. أول قسم هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، وفي عنا قوائم إضافية. طبعا هذول اساسيات قائمه الدخل وقائمه المركز المالي، ما تسمى بين قوسين الميزانيه، هي اساسي. هذول تنتين اساسيات عندنا. في بعض الشركات بتتبع قوائم اضافيه اللي هي قائمه التدفقات النقدي وقائمه التغيرات في حقوق الملكي. اربع قوائم انه عندنا اساسيات نحن لازم نشتغل عليها، قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. في بعض الشركات بتضيف على القوائم انه قائمه التدفقات النقديه، وبتضيف انه قائمه التغيرات في حقوق الملكيه، يعني بيزيد راس المال بينقص راس المال كذا، هي الى قوائم بيشتغلوا فيها. تحت اليوم احنا رح نتعرف على قائمه الدخل. قائمه الدخل عندنا ما تخص هي الهدف منها لتحديد صافي الربح او الخساره اللي للمنشاه اللي بتقوم فيه خلال الدوره الماليه، يعني خلال الفتره الماليه. مثلا سنه انا اشتغلت بشركه مده سنه، عندي عمليات كانت خلال هاي السنه من بيع وشراء ودفع ومصاريف والى ما هنالك وايرادات وكذا، فانا في نهايه العام بدي اعمل شوف قد ايه صافي الربح تبعي من هاي العمليات اللي قمت فيها خلال هالسنه. فانا بعمل قائمة الدخل لحتى تبين لي هذا الشيء. قائمة الدخل اللي هي بتبين لي انه انا ربحان ولا خسران في الشركة. طيب نحن قائمة الدخل شو بتتضمن؟ هي بتتضمن انه انا عندي حسابات، اللي بتتضمن هي حسابات المصاريف والإيرادات. عندي نحن رح نتعرف انه في عنا أصول، في عنا خصوم، في عنا مصاريف، في عنا إيرادات. هذول طبعا أنواع الحسابات الموجودين عنا. نحن في قائمة الدخل رح نستخدم فقط حسابين اللي هن المصاريف والإيرادات. طبعا مصاريف في أكثر من فرع لإلها، يعني عنا مثلا مصاريف التشغيلية اللي أنا بستخدمها بنشاطي التجاري، وفي عندي مصاريف إداري. الإدارة اللي هي فواتير، رواتب وأجور، هاي المصاريف، شراء قرطاسية كذا، هاي المصاريف هون اسمها تعتبر مصاريف إدارية. المصاريف التشغيلية هي مثلا مصاريف نقل، مصاريف صيانة، مصاريف إلى ما هنالك حسب نشاط المنشأة، حسب ما بيتفرع منها مصاريف. فراح نتعرف هلا على شكل قائمة الدخل. عندنا شكل نموذجي لقائمة الدخل، إما كحساب تي اللي هو شبيه لدفتر الأستاذ تماما، وإما على شكل قائمة. في هون عندنا في المثال هون إنه عندنا كان رواتب وأجور 5000. فالرواتب والأجور شو طبيعة الحساب؟ مصاريف هو، فمعناتها بنحط في طرف المدين، المصاريف توضع في طرف المدين، والإيرادات في طرف الدائن، لأنه طبيعة الحسابات أنها هي المصاريف هي طبيعة مدينة، هي من المصاريف من الحسابات المدينة، والإيرادات هي طبيعة من الحسابات الدائنة اللي هي إيرادات وحقوق الملكي والمطالب الموجودات الموردين والالتزامات، يعني بتكون طرف دائن. بالنسبة للطرف المدين عندنا في هذا المثال هون عندنا رواتب وأجور
5000، عندنا 4000، نحن 4500 إيجار، كهرباء 1500، مياه 500، مطبوعات 2500، ومحققين إيرادات خلال هاي هذا العام 50000 من إيرادات استشارات هندسية، و15000 من إيرادات الاستثمارات. طبعاً نحن شلون نعرف الربح والخسارة عندي؟ بجمع طرف المدين والطرف الدائم. إذا كان الإيرادات أكبر من المصاريف فأنا محقق ربح. يعني بالعام حياتنا اليومية لما أنا بكون عندي إيرادات أكثر من مصاريفي، مدخولي مثلاً أنا أكثر من مصاريفي، معناته أنا محقق ربح. بينما لما بكون عندي مصاريف أكبر من الإيرادات فأنا محقق خسارة. هلا نحن هون في هذا المثال بنكون محققين ربح 51000، لانه يعني عندي المصاريف انا لا تتجاوز الايرادات، فهون بكون محققين نحن ربح بمبلغ 51000. هذا هو شكل قائمه الدخل. انها لها شكلين، نموذجين. النموذج الاول بيكون هو عباره عن شبيه بدفتر الاستاذ، حرف التي اذا ملاحظين. والشكل الثاني، النموذج الثاني بيكون على شكل قائمة، رح نتعرف كمان عليها هلأ. على شكل قائمة بتكون هون شكل القائمة، منضيف مدين ودائم، جدول شبيه بميزان المراجعة، منحط إيراداتنا، نبدأ بالإيرادات، بعدين منطلع إجمالي الإيرادات اللي هو إيرادات استشارات الهندسية وإيرادات استثمارات، ونطرح منها المصروفات. طيب سؤال هون، نحن هاي الأرقام الـ50000 والـ15000 الإيرادات أو المصاريف اللي طلعناها، الأرقام من وين جبناها؟ هذا جبناها من ميزان، لا من إحنا دفتر الأستاذ بعد ما رصدنا الرصيد أخذناه لوين؟ أنه لميزان المراجعة. فنحن هاي قائمة الدخل منطالعة من ميزان المراجعة. يعني أنا بكون عندي ميزان مراجعة مذكور فيه هاي البيانات، عندي المعلومات الموجودة هون، وأنا لما بدي أعمل قائمة الدخل، لما بدي أعمل قائمة الدخل اللي هي بتتضمن من إيرادات ومصاريف، فأنا باخذها من ميزان المراجعة. أنا بيجي على ميزان المراجعة، طبعاً نحن عندنا ميزان المراجعة في الأرصدة. بعد ما جيت ميزان مراجعة في الأرصدة، جيت أنا شفت كل حساب شو طبيعته وين بينحط. فأنا لما جيت شفت إيرادات، أنا بعرف الإيرادات هي من قائمة الدخل، شفته حطيته في قائمة الدخل. جيت على طبعا إيرادات بأنواع، يعني شو ما كان نوع الإيراد، ربما إيراد من ضمن نشاط المنشأة، وربما يكون في إيراد من خارج نشاط المنشأة. يعني أنا في بداية المحاضرات ذكرت أنه أنا مثلا عندي شركة تأجير سيارات، بشتغل في نشاط تأجير السيارات، ولكن أنا حققت إيراد من عملية تانية، فأنا هذا اسمه إيراد بيدخل حساباتي وبسجله ضمن بسجله في شخص يحاول يدخل. عفوا، في شخص يحاول يدخل على الدرس ما قادر. الصوت مو واضح عندك، بس عرفت أستاذ في شخص بيحاول يدخل على الزوم. أعطيته دخول بس استنى، كأنه رجع طلع وتقفات يمكن. تمام، موجود هلا. علي، هو علي. نعم أستاذ، موجود. تمام، مش الحال هلا هيك؟ إيه تمام. تمام، فنحن لما بنشوف عنا الإيرادات إنها بأنواعها، سواء إيرادات بتتضمن نشاط المنشأة أو إيرادات خارج نشاط المنشأة، فأنا لما أثبت هاي الإيرادات أنا بدي أخذها في عين الاعتبار لما بعد قائمة الدخل. طبعا قائمة الدخل تنعد هي سنوية، ولكن في بعض الشركات بتاخذها شهرية، في بعض الشركات بتاخذها مثل قائمة الميزان الميزاني، كل 3 شهور، كل شهر، كل 6 شهور، كل سنة. هاي مدة إعداد القوائم حسب سياسة المنشأة أو حسب سياسة الشركة. في بعض الإدارة، حسب الإدارة بالشركات، إنه أنا بدي كل 3 شهور أعرف شو إلي شو علي، في منه بده كل شهر،
في منه بدول بهم كل ست شهور أو كل سنة. هلا أنا بفضل قائمة الدخل فيني أعطيها شهرية، ليش؟ لأنه بتبين لي مصاريف الشهرية قديش أنا بهذا الشهر حاطط مصاريف. طبعا احنا هون في مثالنا هذا طبعا المصاريف قليلة، ولكن بتصير عندك نشاطات انت من مصاريف سيارة صيانة، من مصاريف المكتب، دفع الفواتير، دفع الرواتب، يعني بصير عندك تنوع في المصاريف اكثر. فانت لحتى تضبط هاي تعرف انت اجماليا انت هذا الشهر قديش حاطط مصاريف، فانت بتعمل اعداد قائمة الدخل شهريا. يعني انا من مؤيدين انه قائمة الدخل تنعد شهريا، هيك انا بعرف انا ايراداتي هذا الشهر قديش تقريبا، بعرف انا مصاريفي قديش هذا الشهر انا حطيت مصاريف. وحتى احنا طبعا بعض السياسات او بدراسات الجدوى او كذا للمنشأة، انه المنشأة الادارة لما بتشوف عندها صار كثرة المصاريف عندها عشان تقوم بتخفيض هاي المصاريف، فهي شو بده يبين علي اذا ما كان عندها جلد شهري لهاي المصاريف؟ بتوازن مثلا انا هالشهر صار عندي مصاريف 50,000، طيب ليش الشهر اللي قبله مثلا كانت 40، مثلا عندي 10,000 زياده في المصاريف، وين راحت؟ شو هي؟ يا هل ترى انا استخدمت ال 10,000 مصاريف ضمن نشاط المنشاه ولا كمصاريف اداريه حطيتها؟ بجوز انا جبت موظف جديد فانا بدي اعطيه راتب، زاد عندي الرواتب والاجور، بجوز انا صار عندي مثلا عندي مصاريف نقل بضاعه وما نقل كذا، هي مصاريف تشغيليه، فانا بكون انا عندي مثلا زياده في المصاريف التشغيليه. يعني حتى المنشاه تعرف كيف تضبط المصاريف، فهي لابد انه يكون عم تعد قائمه الدخل شهريا. انا من مؤيدين انه قائمه الدخل تنعد شهريا في المنشآت، والميزاني 6 شهور مده معقوله يعني، او 6 شهور كحد اقصى، 3 و6. السنويه بتنعمل لما انا بدي اقفل حسابات السنه روح رحلها للسنه هاي، يعني لابد من السنوي بس. ولكن انا كادرس مشروعي لاعرف انا منشاتي اذا كانت بتحقق مسار ايجابي ولا مسار سلبي، فانا كل 6 شهور مناسبه لإلي اني ادرس هذا الموضوع. نرجع لموضوعنا هون اقامه الدخل. استاذ ممكن سؤال؟ تفضلي. في اي طريقه ثانيه ممكن اعرف فيها الدخل او الربح غير قائمه الدخل؟ هلا هي قائمه الدخل هي راح تضبط مصاريفك وايراداتك اكيد. ما في القوائم الماليه، ليش احنا موجوده عندنا القوائم الماليه؟ شو الهدف منها؟ الهدف منها هلا كقائمه الدخل انه تبين لي صافي الربح والخساره اللي انا قمت فيه خلال مثلا الفتره الزمنيه اللي انا اخذها على اساسها. يعني اذا كنت اخذها خلال شهر ولا كنت اخذها خلال 3 شهور ولا خلال سنه. بينما قائمه الميزانيه تسمى المركز المالي هي شو بتبين لي؟ بتبين لي الهدف منها انه انا تبين لي شو عندي انا ممتلكات في المنشاه وشو علي التزامات للغير. يعني انا شو عندي اصول، مثلا عندي اصول سيارات، عندي مباني، عندي اراضي، عندي كذا، انا لي رصيد على الزبائن، انه عندي رصيد الزبائن مدينون، انه مثلا لي على العالم 100,000 دولار مثلا، وفي شركات لي علي 50,000 دولار مثلا. فالميزانية بتبين لي شو لي وشو علي، بينما قائمة الدخل بتبين لي شو مجبل او شو صافي الربح لإلي. يعني ما ضل عنا حسابات تانية. قلت لكم انا في قوائم اضافية بتنعمل مثل التدفقات النقدية، انا لحتى اعرف انا خلال انه هالشهر مثلا شو استلمت مصاري وشو دفعت مصاري. طبعا اذا صار معنا وقت رح ناخذ قائمة التدفقات النقدية بشرح لكم عنها شوي نموذج تبعها بس. ولكن احنا عندنا قائمتين اساسيات، هي قائمة الدخل زائد الميزانية. طب بس احنا عندنا لان لا انواع ما بدخل راس المال صح؟ هاي يعني بس راس المال باليومية انا بقائمة الدخل وشو دفعت بس. شو قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تبين لي المصاريف والإيرادات. رأس المال هو بنحط في الميزانية، طبيعته في الميزانية ضمن الحقوق الملكية. احنا عندنا انواع الحسابات، في عندي انا 4 انواع للحسابات: الاصول والخصوم، الايرادات والمصاريف.
المصاريف والإيرادات، المصاريف والإيرادات هي من ضمن قائمة الدخل، أنا بحطها ضمن قائمة الدخل. أما الأصول والخصوم اللي هي المطالب مثلا، ها بميزانية. الحقوق الملكية هي بتجي من ضمن الخصوم، من ضمن الخصوم. احنا بالمحاضرة رقم 2 أو 3 بتذكر أخذنا المعادلات الميزانية، إنه بتكون لحتى أعرف رأس المال شو بدي أعمل، لحتى أطالع الفرق بين مثلا حقوق الملكية يبين عنا بالميزانية. هون في قائمة الدخل بتبين الإيرادات والمصاريف، شو أنا صار عندي إيرادات خلال المدة الزمنية اللي أنا أخذها، وشو عندي مصاريف خلال المدة الزمنية، والفرق بيناتهم هو بيكون صافي الربح. طبعا احنا هاي رح تعرفنا على نوعين أو نموذجين من قائمة الدخل، يعني إما على حرف تي اللي هو شبيه بدفتر الأستاذ تماما، وأما على شكل قائمة تقريبا شبيهة بدفتر بميزان المراجعة، بشكل ميزان المراجعة، أنه أنا أخذ في البداية الإيرادات، بأخذ إجمالي الإيرادات، بعدين بحط إجمالي المصاريف، بعدد المصاريف وبأخذ الإجمالي تبعه وبحطهم وبطالع الفرق بيناتهم اللي هو صافي الربح. يعني تلاحظوا هون عندي أنا إجمالي الإيرادات 65,000 وعندي إجمالي المصاريف 14,000، الفرق بيناتهم هو 51,000. لأنه طبعا الإيرادات طلعت أكبر من المصاريف، بس لو كان بالعكس مثلا أنا كان عندي مصاريفي مثلا 74,000 مثلا عندي خسارة، أنا راح يطلع عندي المجموع في خسارة هون، بس أنا هون في المثال عندنا ربح بمبلغ 51,000. هلأ راح نحكي عن القائمة الثانية. طبعا في شوف إذا في مثال في عنا قائمة الميزانية اللي هي المركز المالي، أنا هاي رح نساويها ليش؟ لأنه منشان تبين لي شو إلي وشو علي بالمنشأة. يعني أنا كصاحب شركة، أنا كصاحب رأس مال، أنا بنهاية العام بدي بقى أعرف أنا مين إلي مصاري ومين إلي علي مصاري. أنا بدي أعرف شو عندي بالمنشأة وشو ما عندي. يعني أنا اليوم أنا في بداية السنة مثلا اشتريت سيارة، طيب أنا اشتريت مبنى، اشتريت أرض، طيب أنا هي وين تظهر عندي؟ فأنا هدول استخدمتهم في المنشأة، اشتريتهم مشان اشتغل فيهم بالمنشأة، ما اشتريتهم لحسابي الشخصي أنا مثلا لحسابي الخاص، أنا اشتريتهم مشان المنشأة. طيب أنا في نهاية العام أنا وين بدي بتبين لي هاي الموجودات؟ فهي بتبين هي من ضمن الموجودات الثابتة، اتفقنا، من ضمن الميزانية اللي هي الأصول. هلأ راح نشوف النموذج الأول لقائمة الميزانية. طبعا قائمة الميزانية هي عبارة عن جدول أو طرفين، طرف موجودات وطرف الخصوم، طرف يعني الأصول والخصوم. فنحن عندنا مثلا هون في مثال موجود عندنا، عندنا أصول متداولة. شو بتتضمن أصول متداولة؟ اتفقنا هي بتتضمن النقدية مثلا البنك، الصندوق، المدينون، أوراق القبض، هاي هي أصول متداولة. ليش؟ لأنه هي حساباتها بتزيد بتنقص بتزيد بتنقص بتزيد، اسمها متداولة لأنه أنا عم بتداول ضمن نشاطي في المنشأة. يعني أنا حساب البنك بيزيد وبينقص، حساب الصندوق بيزيد وبينقص، المدينون نفس الشيء. مدينون أنا اليوم بلشت مثلا لما صار عندي زباين، أول زبون أخذ بالدين مثلا عليه رصيد 5,000، زبون تاني عليه 10,000، هذا وفاني دفع لي، هذا ما دفع لي، هذا زاد، هذا نقص، انضاف زبون جديد، نقص زبون جديد قديم. فأنا هاي هذول المدينون رصيد متداول، لأنه أوراق القبض نفس الشيء. يعني أنا لما باخذ أوراق قبض كمان نفس الشيء، إنه بتنقص بتزيد إلى ما هناك. هاي أصول متداولة يسموها، أصول الثابتة. ليش بس سؤال، عفوا، شو يعني أوراق قبض؟ أوراق القبض هي مثل الكمبيالات والشيكات، وهدول بنتعرف عليها في محاضرات قادمة إذا كان موجودين عندنا بالمنهاج هذا، بنتعرف عليها في محاضرات قادمة.
بكون عن الأوراق القبض. أوراق القبض هي كمبيالات، سندات سند أمانة أو كذا، هدول هن أوراق القبض أو الدفع بتكون عنها. لما أنا بحرر مثلا، أنا بزبون أعطيته بضاعة بس بموجب ورقة تجارية، الورقة التجارية شو هي؟ كمبيالة أو شيك أو إلى ما هنالك، هاي هون بتسمى أوراق قبض. يعني ما يعني أنا مثلا بعت لشخص مبلغ مثلا بكمبيالة أو بسند أمانة، حررت بيني وبينه ورقة إنه نحن أنت رح تدفع لي بتاريخ بعد مثلا 3 شهور قيمة البضاعة. طيب أنا هاي ورقة القبض، أنا هاي الورقة أنا هي حق لإلي، بس أنا وين بدي نزلها؟ شو بدي استلمها؟ أنا صار موعد الميزاني، طيب أنا شو بدي، وين بدي أنزلها؟ بدي أنزلها ضمن أوراق القبض أو أوراق الدفع. لما أنا كمان نفس الشيء، لما بشتري حرر أوراق دفع، كمان نفس المبدأ إنه أنا بدفع بالدين مثلا أو كذا. فهي أوراق القبض وأوراق يعني سؤال بالمركز المالي، احنا حتى المصاري اللي ما فعليا استلمناها او اودعناها في البنك او في الصندوق، فاحنا كمان بنذكرها. يعني حتى لو في حدا اذا اخذ مني بالاجل انه ما رح يدفع هلا، بس في يعني انت لما بياخذ منك في الاجل، لما بيقول لك لما بكون بالاجل معناتها هو رصيد مدين، عرفتي؟ لما هو بياخذ منك في الاجل فهو مدين، زبون له حساب راح تفتحي له انت من خلال دفتر الاستاذ، راح ينفتح له حساب مثلا اسمه الزبون مثلا عمار اشترى مني على الاجل، فانا حطيت اثبت في دفتر الاستاذ انه له اللي عنده رصيد مبلغ مثلا 10,000. فلما رصدت دفتر الاستاذ وعملت دفتر عملت ميزان المراجعه، فانا بميزان المراجعه ظهر عندي الزبون اسمه عمار بقيمه 10,000، صح؟ فهذا الزبون هو من اي حسابات بيتصنف؟ الزبون بيتصنف من حسابات المدينون. المدينون وين لأي حساب بتتضمن؟ هي قائمة المركز المالي. فأنا معناتها الزبون عمار وين بدي حطه؟ حطه ضمن المدينون. أنا صراحة ما فهمت، اسمعش. أما لما بيكون تفضل، بس خلي شوي وصل للفكرة لزميلتنا. بس لما بكون أنا عندي أوراق قبض أو أنا مثلا محرر كمبيالة بتاريخ مثلا 1/11، أنا اشتريت مثلا، أنا اشتريت بضاعة أو أنا دفعت بعت بضاعة عن طريق كمبيالة، طيب أنا كمبيالة مدة فرضنا 3 شهور وأنا حررتها بتاريخ 1/11 وأنا جيت ب 31/12 لسه ما إجا موعد الكمبيالة، طيب أنا بدي أثبت هذا الشيء، أثبته ضمن أوراق القبض أو أوراق الدفع حسب نوع العملية اللي أنا قمت فيها، أثبته لأنه أنا هذا التزام سواء إلي أو علي. فأنا في قائمة الميزانية الهدف منه أنه أنا في نهاية العام أعرف شقد وصل رصيد أنه أنا بدي على العالم، شقد وصل رصيد العالم بده مني، فأنا بثبته ضمن حسب نوع الحساب بيكون طرف مدين أو دائم، إما أوراق قبض أو أوراق دفع. مفهوم الفكرة يعني السؤال هو أوراق الدفع شوفوا نحن بالطرف الدائم من ضمن الخصوم المتداولة اللي هي التزام علي للغير تجاه الغير. يعني أنا شركة ما باعتني بضاعة عن طريق كمبيالة، فانا حررت لك كمبيالة انه انا بعد 3 شهور، طيب وانا خلال بعد شهر انا صار عندي موعد الميزانيه، فانا مجبر انه اثبتها. يعني انا بدي اثبت كل شيء عندي عمليات تمت. طبعا احنا الارقام الميزانيه، نحن حتى الارقام الميزانيه الحسابات الميزانيه بتجي من ميزان المراجعه. نحن قلنا بميزان المراجعه بعد ما عدينا ميزان المراجعه بالارصده فتحنا قائمه الدخل اللي هي تضمنت الإيرادات والمصاريف. طيب في عندي أنا رأس المال، في عندي الصندوق، في عندي البنك، في عندي الزباين، في عندي الموردين اللي الدائنون، في عندي مثلا الأصول الأراضي مباني كذا. طيب أنا هاي وين بدي حطها؟ هاي زادت معي بالميزان المراجعة، وين بدي روفي؟ هاي بشيلها بحطها في الميزانية. هاي الحسابات هاي بتنحط في الميزانية الأصول مثلا، بس تبع عاملة كل واحد تحت أي بند من البنود بيكون موجود
بس انا قلت اصول متداوله، معناتها شو الاصول المتداوله عندي؟ هي بنك، هي صندوق، هي زبائن، وهي اوراق قبض. اوراق القبض ليش؟ لانه هذا الي حق. اوراق قبض بتكون انا بدي اقبضها، يعني من اسمها انا بدي اقبضها، يعني الشركات حرروا لي اياها لإلي انا المستفيد منها. بس بينما اوراق الدفع انا حررتها للغير، فانا ملزم اني سددها في وقتها. طبعا استاذ مثل الشيك، يعني الشيك متضمن تماما الشيك. انا مثلا بعتك بضاعه بتاريخ 25/12 بموجب شيك، شيك حطيت لك انا. بانواع الشيكات، في انواع شيكات انه مثلا بحط المده انه بعد 3 شهور مثلا، هذا الشيك استفادي منه بعد 3 شهور او بعد شهر او بعد شهرين حسب الاتفاق. فانت قبل ما يصير موعد استحقاق الشيك رحت انت بدك تعملي ميزانيه. طيب انت هذا الشيك عندك يا ورق رصيد لإلك، بس وين بده يظهر؟ ما بيظهر بحساب البنك. ليش؟ لانه حساب البنك ما نضاف عليه هذا قيمه الشيك لسه، مازال ما حصلته. معناتها هي اسمها اوراق شو؟ اوراق قبض، بدي احطها ضمن اوراق القبض. والعكس كمان بيكون حسب العكس صحيح، ما اوراق دفع بتكون. تمام وصلت. تمام. في كان الاخ بده يسال سؤال. نعم استاذ تفضل. عندنا العناصر الأساسية في الميزانية فقط الأصول المتداولة والثابتة والغير ملموسة والخصوم المتداولة والغير متداولة والحقوق الملكية فقط؟ هنا تماما، بس ولكن هاي الأفرع الرئيسي، بس من ضمنها بتفرع لك كذا حساب حسب طبيعة الحساب. إنه هلا مثل عندك أنت البنك هو من ضمن أصول متداولة، عندك الأراضي هي من ضمن الأصول الثابتة. هاي نحن في المحاضرة رقم 2 حكينا عنهم بأنواع الحسابات، إنه بيكون عندك يعني ما في غير هذول الأساسيين، 6 عناصر أساسية والباقي فرعي. 6 عناصر بتفرع منها عدة حسابات، ربما يكون زيادة ربما يكون موجودة. يعني مثلا مثال أصول ثابتة، طب أنا ما عندي أراضي، أنا ما عندي أرض، أنا عندي مبنى، عندي سيارة عليك لون، أنا عندي سيارة هون ما مضاف سيارة، بدي أضيف سيارة مثلا لو عندي سيارة. عرفت كيف؟ أنا ذاكرين أراضي، مباني، آلات وأساس. طب أنا عندي سيارة، سيارة وين بحطها؟ بدي أضيفها ضمن أصول ثابتة، لأنه ليش؟ أنا بعرف أنه الأصول الثابتة شو بتتضمن عندي؟ بتتضمن هن أن الأراضي، مباني، آلات، أساس، سيارة. عرفت؟ طيب أنا عندي بالشركة مثلا أنا اشتريت مكيف، طب أنا المكيف وين بدي أحطه؟ هذا أصل، يعتبر أصل، بعامله معاملة أصل. في شركات بالأساس فيني أضمه لحساب الأساس. يعني فيني في شركات ما بتعتبره أصل، بتعتبره مثلا إنه مصروف، أنا دفعت مصروف اشتريت فيه مثلا مكيف، لأنه قيمته بتكون قليلة، قيمته بتكون مثلا قليلة، مثلا تعتبره المنشآت يعتبره إنه مصروف هذا. بس هو الصح إنه يعتبر أصول. ليش؟ لأنه هذا أساس عندك، هذا ربما يهتلك بعد 5 سنوات ولا بعد 10 سنوات لأنت تكبه أو تتلفه، فأنت هذا أصل لساته، أنت بتستخدمه كأصل. عرفت كيف؟ مثلا أجهزة، الأجهزة مثلا عندي كمبيوترات، عندي كذا، أنا فيني أقول إنه أنا اشتريت لابتوب مثلا أو جهاز بقول عنه إنه مصروف، هذا أصل، أنا موجود عندي بجوز استخدمه سنة، سنتين، 3، 5، 10 سنين، فهذا أصل لازم أثبته كأصول، ما أثبته كمصروف. عندنا الأصول غير ملموسة. شو يعني أصول غير ملموسة؟ شرحناها في محاضرات سابقة. الأصول غير ملموسة اللي هي بتكون مثلا براعة الاختراع أو شهرة المحل، يعني أصول بتصير لعندي بدون ما أنا أشتريها. يعني ذكرنا بمحاضرات سابقة اللي كان متابعنا انه محل بقداش بوزة مثلا، هذا معروف عنا في سوريا في محافظة دمشق، انه عنده محله اكتسب شهرة خلال 100 سنة بعد 100 سنة و 200 سنة. طبعا محل بقداش قديم، يعني تجاوز ال 100 سنة، فهذا خلال هاي السنوات تحقق عنده شيء اسمه شهرة محل، شهر
يعني حتى بحياتنا الواقع، حتى وقتنا اليوم، مثلا انا مثلا بمنطقه مثلا بتكون معروف، محل معروف مشهور مثلا، فهذا لما بده يجي يبيع او عنده شيء اسمه شهره محل، اللي بنسميها نحن بمصطلح ثاني الفروغيه. لما انا بدي اجي اشتري محل بيجي بيقول لي حق المحل مثلا بين الات ومعدات وكذا وهيك حقه 200,000، ايه وبدي 200,000 ثانيه، هاي شهره محل فروغيه. ليش؟ لان انا اسمي معروف. انت بدك تفتح تتداول نفس المصلحه، انت بدك مثلا اشتريت محل بالاته بمعداته بدك تكمل نفس المصلحه، فبيجي بيطلب منك صاحبه القديم بدك انا بدي مثلا 50,000 فروغيه او 20,000 او كذا. ليش؟ لان هو لمملك زباين، فينا خلينا نقول بالمصطلح الثاني انه هو مؤسس لك زباين، جايب لك زباين، عرفت؟ فلما انا بكون مؤسس لي زباين فهي اسمها شهره محل. انا الزباين عندي بعض الزباين موجودين. طبعا احنا هلا في وقتنا اليوم بصير بتلاقي مطاعم تفتح شهر شهرين بتسكر، يا بتسكر لانه ما ظبط شغله بمناطق انه ما فيها، ما حس انه يلموا زباين مثلا، او بكون لقمته مو طيبه بسكره. نحن هون براءة الاصول غير ملموسه، هو كل ما ينتج عندي من خلال اشاره محل. بجوز حدا يقول لي انه بعد كم انه بتصير عندي، ما رح تصير عندك بعد شهر ولا شهرين، بجوز خلال سنه معقوله، توصل لاخر سنه انت تلاقي انه محلك انشهر، صار معروف بالمنطقه، صار معروف بالسوق. هون بصير عندك شيء اسمه شهره محل. يعني عندك مثلا الشاي، عندك مثلا منتجات يعني بتكون مشهوره مثلا مثل مرتديلا هنا مثلا، هاي تروح تشتري المعمل تبعها بيقول لك انا بدي فروغيه او شهره محل بسموها مثلا 200,000 او 300,000 مثلا، فهذا هاي اسمها شهره المحل. هي اصول غير ملموسه، يعني انا ما رحت اشتريتها، ما رحت دفعت قيمتها، هي بتكون احد الاصول الغير ملموسه. عندي حتى يعني انا كيف فيني انا اللي بقدر احط قيمه شهره المحل، ولا هلأ ممكن الجا لجهه معينه؟ هلا في حسب الحالتين يجوز. يعني انا كشخص مثلا بقدر محلي مثلا، يا هل ترى انا كيف كان شغلي بالمنطقه، كيف كان انا الزباين في المنطقه كيف كانوا عندي مثلا. انا في اليوم بدخل لي بين محل يدخل له 10 زباين باليوم، بين محل عم يدخل له 100 زبون في اليوم، فتلقائيا لحالنا بنعرف انه هذا عنده شهره محل، عرفتوا كيف؟ بينما يكون مثلا انا في غرفه التجاره مثلا، ويمكن هيك انه بيحددوا القيمه مثلا تبعت شهره المحل، انه اذا كان محل عنده شهره ولا لا من خلال نشاطاته اللي عم يساويها ولا هيك. يعني انا مثلا بشتغل بشركه مثلا الدوله معتبرتنا من الشركات الكبرى. ليش؟ لانه انا عندي رصيد تصدير، انا عندي رصيد مثلا عم بستخدمه بالصادرات وكذا، رصيد بالنسبه للدوله فوق من الحد اللي بيستخدموه الشركات الكبرى، فمثلا انا يعتبر انا شركه كبرى بالنسبه لإلهم من الشركات الكبرى، فدائما الضرائب عندي بتكون اعلى شيء. يعني مثلا هلا هيك مثلا احنا الدوله احيانا بتكون لها يد في هذا الموضوع، طبعا بمحاسبه الضرائب او محاسبات الحكوميه، فهذا له تخصص مجال ثاني. فهي بتكون انه مثلا من الشركه الكبرى مثلا ضرائبي اكثر دائما معروفه. يعني لو شركه صغيره مثلا مثل البقاليه، فالبقاليه او السمان يعني ما عنده الضرائب الكبيره. يعني ليش؟ لانه نشاطه صغير، ارباحه ضئيله، يعني بالليره والليرتين مثلا في القطعه او 5 ليرات في القطعه، فهذا لا يعتبر بالنسبه له انه هذا عنده ارباح كبيره. بس كشركات عم تشتري انت بضائع بالاف الليرات، مثلا قيمه الفاتوره بتكون مثلا 20,000 دولار ولا 10,000 دولار ولا ما هنالك، فانت لما عم بتصدرها اجمالي الفاتوره التصدير تبعك عم تكون مثلا 200,000 100,000 دولار او 50,000 دولار او 30,000 دولار. يعني انت مثلا هاي ال 50,000 دولار قديش ضرائب فيها؟ مثلا فيها لا تتجاوز عن 10,000 دولار مثلا او 5,000 دولار ضرائب.
تقسمها على الليرة، اليوم بتطلع 5000 دولار، بتطلع مبلغ. هذا طبعا هذا اسمه التهرب من الضرائب. هذا نحن في اشخاص ما بتقطع لك فواتير طاوله، بتبيعك منتجات بدون فاتوره، لانه ليش؟ انا ما بدي ادفع ضرائب، ما بدي احط عند الدوله ضرائب واستردها بعدين او كذا. تمام. هلا هو ما هو انه دائما هيك لك، ما انا دائما بحسن اتهرب من قطع الفواتير. يعني مثلا خلال الشهر مثلا بعت لي 5 بيعات مثلا، 5 فواتير، من ضمن الفاتورتين بدون فواتير، بدون مثلا 3 فواتير فيه الضرائب وكذا، وبيعتين مثلا ما فيه الفواتير، عادي بتمرق يعني. ايه بس ايوه طبعا، حسب بقول لك يعني، ما فيك انت كمان انه والله انا تبين للدوله انه انت ما عم تستفاد ابدا. انت اليوم ما عم تستفاد، ما تعرفش ليش مكمل في مشروعك. انت اليوم عم تخسر، عم تحقق، عم ترجع، انه انت يا دوب عم تطالع مصاريفك او يا دوب عم تحقق ارباحك قليله، فانت روح سكر. يعني انت بروح روح سكر ليش يعني؟ ما وخاصه هون في دوله فيها قانون وفيها نظام وفيها موضوع الضرائب، يعني موضوع كتير كتير كبير عندهم هون بالضرائب، كتير حتى كتير واسع. يعني موضوع الضرائب كتير واسع، يعني عندك انواع الفواتير، 3-4 انواع فواتير، فاتورة مثلا بسموها اخراجات قيد، اخراج قيد يعني مثلا بدون ضرائب. هاي ايمت واحد بيقطعها؟ لما بيكون هو عنده مواد اولية، هو بينتج الصنف، المنتج بيحسن انه يقطع اخراج قيد، بيحسن مثلا نصف فاتوره، بيكون مثلا نصف ضريبه، يعني بيكون مثلا فاتوره كامله انه بالضريبه كامله، بيحط قيمه البضاعه كامله وبيحط لها هاي. طبعا يعني هذا موضوع في محاضرات قادمه ان شاء الله اذا عندنا مجال نحكي فيه. احنا هلا بموضوعنا هون بالاصول والخصوم. طبعا عندنا هون بالميزانيه، عندنا بالطرف الثاني ثلاث أقسام، خصوم متداولة اللي هي مثلاً قلنا قبل شوي أوراق الدفع والدائنون، يعني الموردين، الشركات اللي أنا اشتريت من عندها بضاعة وبالدين، فأنا صار عندي موعد ميزانية ب30/12 و31/12 وما كنت مسكر حسابه، فهذا أنا على الالتزام لازم سكره. هلا في حال انا بدي صفي الشركه، مثلا انت لازم تصفي ديونك قبل ما تسكر، تعمل ابطال للشركه او تسكرها. في حال انت بدك تكمل نشاطك التجاري للسنه اللي بعدها، فانت بتعمل ارصده مدوره وبتنزل ارصده الدائنون عندك عشان انت تسدده خلال العام المقبل. اوراق الدفع نفس الشيء، حكينا اوراق الدفع اللي هي شيكات، كمبيالات، سندات، امانه كذا، هاي بيكون موعدها مثلا بعد موعد الميزانية، يكون موعد الاستحقاق تبعه سواء إلي أو علي بعد موعد الميزانية. يعني أنا مثلا بواحد 12 عملت صفقة سواء بيع أو شراء ضمن شيك أو ضمن كمبيالة، ولكن أنا هالشيك هذا قلت له أنه بعد 3 شهور بعطيكوا الحقه، أنه فيكوا تستفادوا من هذا الشيك لبعد 3 شهور، معناته أنا بعد 3 شهور يعني بشهر شباط العام المقبل، فمعناته أنا بواحد بثلاثين اتناش أو واحد بثلاثين اتناش أنا لما بدي أساوي قائمة الميزانية، فأنا لازم أثبت هاي الأوراق إنه أثبتها عندي في الميزانية ضمن أوراق قبض أو أوراق دفع، إنه حسب الحالة اللي نحنا فيها. الخصوم المتداول غير متداولة هي بتكون القروض طويلة الأجل، يعني أنا أخذ قرض من البنك أو كذا، هاي لمدة 5 سنوات ولا كذا، فبأثبتها، أثبت قيمته ضمن خصوم غير متداولة، لأنه هذا الخصم غير متداول ليش؟ قيمة القرض لا راح يزيد عندي، ما راح يزيد عندي، يعني قيمة القرض مثلاً 100,000، طبعاً بيكون البنك عاطيك إياه مع الفوائد مع كذا 150,000 مثلاً، فأنت أثبتته ب 150,000 وخالص، ما عاد في عندك يعني والله بعد سنة جاي راح يصير زيادة، لا ما راح يصير زيادة، راح يضل مثل ما هو حاله 150,000، بس أنت عم تدفعه عن طريق الأقساط بيكون. عنا الصرف الأخير هو حقوق الملكية. نحن اتفقنا حقوق الملكية شو بتتضمن؟ بتتضمن حسابات، 3 حسابات
حقوق الملكية حتى شو هي؟ رأس المال زائد الأرباح ناقص المسحوبات الشخصية للشركاء. نحن أنا إذا عنا الشركاء طبعاً هي مذكورة بالهاي بالمحاضرة رقم 2، إحنا أخذناها بالمعادلات الميزانية، إنه حتى نطلع رأس المال مثلاً هو مثلاً الأرباح ناقص الخصوم ناقص المسحوبات الشخصية للشركاء. فعندي أنا بحقوق الملكية رأس المال أرباح تضاف إلى رأس المال وناقص تطرح منا مسحوبات الشخصية، أو رأس المال إذا عندي خسائر بطرح خسائر وبطرح مسحوبات الشخصية. هيك بيكون عنا نحن عرفنا على شكل قائمة المركز المالي اللي هي بين قوسين الميزاني. طيب الميزاني عنا شكل تاني لإله، هو طبعا بتلاحظوا أنتوا هون بس قبل ما ننتقل للشكل الثاني نموذج الثاني، بنلاحظ عنا بالميزانية الطرفين لازم يتساووا مع بعض مثل ميزان المراجعة. إذا بتتذكروا نحن حكينا بميزان المراجعة حتى تكون عملياتي صحيحة، فأنا عندي الطرف المدين لازم يتساوى مع الطرف الدائن، ونفس الأمر في الميزانية. ملاحظة كثير هامة، نفس الأمر في الميزانية. أنا حتى أعرف أنه أنا أتممت ميزانية بشكل صحيح فأنا لابد من أنه توازن عندي. طيب سؤال ما حد سألني إياه أنا رح أسأله. أنا لما عديت قائمة المركز قائمة الدخل وطالعت شيء اسمه صافي الربح، طبعا هو كان الفرق بين الإيرادات والمصاري. طب أنا هذا الرقم وين بستخدمه؟ صافي الربح منضيفه لرأس المال هو الأرباح. إحنا لما قلنا أرباح أو خسائر هذا البند منين أنا بجيبه؟ جيبه من قائمة الدخل، إنه يا بيكون ربح يا بيكون خسارة. أستاذ يعني هي لما كانت هلأ أنت عم تورجينا اللي كان مكتوب الأرباح؟ إيه تماماً، دقيقة رح أرجع عليه. عفواً هون مثال كان تاني. فيها جنبها صفر كأنه. لا هو هون أرباح العام إيه كان أرباح العام هي يمكن 385 هن شو اسمها مجموعة 385، بس هن بالكتابة مرفوعة كلمة الأرباح العام لفوق، هي مو صفر، ما بتجي صفر. أوكي تمام. أرباح تجي من قائمة الدخل، من قائمة الدخل بننقلها بغض النظر عن مثالنا هون، فأنت حطيها ببالك قائمة الدخل. هون الصفر هي لرأس المال، رأس المال 1,200,000، ففي 3 أصفار هي جنب بعض، فهي نازل صفر لتحت، فالمبلغ اللي بعده نازل شوي لتحت. هيد بتنسيق بملف الكتابة على الوورد شوي مخربط الموضوع عندك. فأرباح العام هي أرباح، طبعا هذا الأرباح من جت من قائمة الدخل. هلا لو عندي خسارة شو بعمل؟ بدي أطرحها من رأس المال، بطرحها من رأس المال، بس ربح بضيفه لرأس المال وبطالع مجموع حقوق الملكية اللي هي 1,585,000. أستاذ هذا داخل بالاختبار؟ نعم؟ هذا الموضوع داخل بالاختبار ولا لا؟ لا بالاختبار لا، ما في عنا قوائم، بس لحد ميزان المراجعة. الاختبار النهائي إن شاء الله رح يكون عنكم القوائم. تمام أستاذ. لا المحاضرة محاضرة اليوم محاضرة بكرة غير داخلين في الامتحان. أستاذ نعمل مراجعة للاختبار لأنه ما ظل وقت كثير يعني. لا الامتحان بكرة المساء، فلسه عنا قدامنا محاضرة بكرة. يعني غدا نعمل مراجعة؟ هلا أنا أعطينا حلينا مثال شامل نحن. خلينا نحن بنهاية المحاضرة اليوم نحكي في هذا الموضوع الامتحان. رحنا بالميزانية اتفقنا الأصول تساوي مجموع الأصول يساوي عنا
مجموع اجمالي الخصوم وحقوق الملكيه. يعني انا عندي لازم يتساووا مع بعض. في حال ما تساووا، في حال ما طلعوا متساويين، شو بدي اعمل؟ انا عملت ميزان المراجعه، ميزان المراجعه صار متساوي عندي، طلع صحيح. طيب انا عملت بعدين قائمه الدخل، بعدين عملت ميزانيه، جيت على الميزانيه ما توازنت معي، شو بدي اعمل؟ بدي راجع قائمه الدخل، ربما انا غلطان في الحساب، ربما غلطان بانه حساب ماني حاطه، او حساب هو ضمن ايرادات تحت انا حطيته، يعني حتى المصاريف او مصاريف حاطه في عندي خلل بالمجمل، او هون في الميزانيه نفسها بجوز هو حساب هو لازم يكون طرف مدين انا حاطه طرف دائم. يعني انا مثلا اوراق الدفع بجوز حدا مخربط حاطه طرف مدين غلط، او رقم بيكون مثلا 15000 حطيته 1500. يعني هذه اخطاء محاسبيه قد تصير معنا. يعني مثلا انا بدل ما احط اوراق قبض 15000 واوراق الدفع حطها 10000 رح حطيتها في عكس. فهذا الموضوع يعني وارد انه يكون في عندنا هيك اخطاء، فنحن نرجع بنراجع قائمه الدخل وقائمه الميزانيه حتى تتوازن معنا. استاذ حاليا يتعاملون بالبرامج صح؟ نعم حاليا يستخدمون البرامج حتى يسجلون هاي الامور صح؟ طبعا، لان احنا وصلنا يعني بعام 2023 يعني ما عاد يعني تلاقي حدا عم يكتب قيود بايده او يعمل دفتر استاذ بايده او انه يعمل ميزانيه حتى باليد يعني. بس ولكن لا غنى عن هذا الموضوع. ليش؟ لانه يعني انت في بعض البرامج ما بتظهر لك اياه بشكل كامل، عرفت كيف؟ فانت لابد انك انت تحاول تستخدم برنامج الاكسل مثلا. انا برنامج الاكسل كمان يعتبر برنامج للمحاسبه مهم، وعندك برامج الماليه اللي تكون هي مثلا الامين او الميزان او حسب اي نوع برنامج ثاني. استاذ ممكن سؤال؟ تفضل. استاذ انا بدي افترض اني مثلا فتحت محل، المحل انا حطيت فيه راس مال، تمام، بس اجي احسب الايرادات اللي دخلت عندي والمصاريف بيطلع لي صافي الربح، تمام، بس في راس المال انا ما خصمته او ما طلعت، هل انا فعلا دراستي للمشروع مجديه لاني انا اكمل فيها السنه او لا؟ انا ما بقدر اعتمد بس على صافي الربح. يعني مثلا انا صافي الربح طلع لي $1,000 بالشهر مثلا، تمام، وعندي انا دافعه عليه 500,000. طب انا $1,000 هاي بالشهر يعني قد ايه بدي اقعد عشان ارجع راس المال تبعي؟ ولا كيف الحصر؟ نحن حكينا انه انا لما مثلا انا فتحت شركه وانا اشتغلت في هالشركه مثلا، صار عندي ايرادات وعندي مصاريف وعندي دفع وعندي مثلا اشتريت اصول وصار عندي التزامات للشركات وصار انا ليش عم بعمل قوائم ماليه؟ ما هذا الهدف من القوائم الماليه. انا القوائم الماليه في نهايه العام بتبين انت بنهايه العام قديش ربحانه او قديش خسرانه، وبتبين لك شو لك شو عليك من التزامات للعالم او لك التزامات عند العالم، وبتبين لك من ضمن قائمه الميزانيه بتبين لك راس مالك قديش هو، وقديش عندك اصول، قديش عندك خصوم، قديش عليك التزامات، عرفت كيف؟ فنحن ما بنحسن نقول انا بدي انه احط راس المال من احسبه مع قوائم الايرادات ولا قائمه الدخل، ما فيني غلط هذا الشيء. راس المال هو يعتبر من الحقوق الملكيه لإلي، انا راس مالي. هلا حقيقه بدي استرد المبلغ مثلا، حقق نشاطات اشتغل حتى استرد راس مالي، فهذا حسب قوه النشاط اللي انت عم تقومي فيه. في بعض النشاطات بتسترده خلال سنة، وفي خلال 6 شهور بتلاقي رجع رأس المال وزيادة، فهذا حسب النشاط أنت عم تقومي فيه. يعني أنا اليوم رأس مالي أنا سمان مثلا، أنا محل سمانة، رأس مالي رح يكون أكبر من مدخول إيراداتي في الشهر، فأنا شيء طبيعي أنه أنا ما أحسن استرد رأس مالي إلا بعد فترة زمنية طويلة شوي، ربما سنة سنتين ثلاثة لأسترد رأس مالي. في عندك مهن تاني أنا بجوز من أول خلال 6 شهور استرد رأس مالي،
واحتمال اخسر راس المال، لانه حتى راس المال ما احسن استرده. يعني افتح مثلا وحط راس مال واتكلف واعمل شهرين ثلاثه سكر، يصير عندي مشاكل، سكر اعمل سكر المحل مثلا او سكر المطعم، افتح مطعم مثلا شهرين ثلاثه اربعه خمسه، انا عم بصرف 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 ما عم بيجيني ايرادات، عم بصرف اكثر من ايراداتي، معناتها انا بحقق خساره. طيب انا ما بدي اكمل، سكرت، يعني حتى راس المال هون راح طار خسر، عرفتي؟ يعني حسب النشاط اللي انت عم تقومي فيه هو بيحدد لك قديش بدك وقت زمني لحتى انك تستردي راس مالك. بس انا لما بحقق بعمل قائمه الدخل، ليش قائمه الدخل انا بعملها؟ بعمل قائمه الدخل لحتى تبين لي، قائمه الدخل حتى تبين لي انه انا تقريبا قديش عم اربح بالشهر او قديش عم اربح بالسنه. طبعا احنا اتفقنا انه قائمه الدخل هي بشكل عام انه تعاد سنويا، بس ولكن مثلا انا بدي اياها كل 3 شهور وكل شهر، حسب هي سياسه الشركه، حسب سياسه الشركه يعني هي بتحدد بالنهايه قديش. استاذ معلش سؤال، هلا مثلا انا بعرف جماعه فتحوا مطعم، تمام، المطعم اشتغل لمدة 11 شهر وبعدين قرر انهم يسكروه، صار في خلافات بداخل المطعم ما بين الإدارة وما بين الأشخاص اللي ماسكين الحسابات، إنه دفعوا مصاري عشان يعملوا الديكور وعشان ياخذوا أجار المحل لمدة سنة وإلى آخره. في خلال العمل المحل اشتغل كان في إيرادات عم تيجي بتغطي مصاريف أجور العمال وبتغطي مصاريف التكلفة، بس أصحاب المال اعتبروا إنه هذا الشيء ما عم بدخلهم ربح. أنا بدي أطبق هذا الحكي بعمليا، إحنا يعني بدراسة المحاسبة فعليا الإشي الصح. فهمت سؤالك، لكن أقول لك شغلة، هاي الأمور بتصير الطرف اللي حتى أصحاب رأس المال. يعني أنا مثلا جيت أعطيتك أنا 100,000 وكنت روح نفتح فيها مطعم واستلمي أنت شغل وكذا، ونحن بالأخير نتحاسب، بس أنا باخد نص الأرباح وأنت نص الأرباح. إجوا بنهاية العام مثلا أو قبل نهاية العام سكروا، قرروا أنه يسكروا المطعم. فهون شو راح يساووا؟ هون دور المحاسب كتير مهم، كتير كتير مهم دور المحاسب. ليش؟ لأنه يعني لازم المحاسب يكون ضابط له مصاريفه بشكل صحيح وإيراداته بشكل صحيح، بيعمل له قوائم مالية صحيحة وبيقدم له إياها. هلأ هون أنا في شركات بقول لك أنا الديكور خاص أنا بعتبره مصروف راح، ما عاد دخلني فيه، هذا بدنا نحسبه من ضمن المصاريف، عرفتي؟ هون تتبع حسب بقى حسب قوة المحاسب لما بيعطيه الحسابات تكون شوي صحيحة. يعني مو معقول أنا أقول له والله الديكور مصاريف الديكور مثلا بنعتبرها أصول لازم نعطيك إياها، لا الديكور مثلا مصاريف صيانة وكذا وتعمير وده آخري، هاي معروفة مصاريف راحت. بس إما أنا اشتريت براد لشوي الفروج أو اشتريت قلاية أو اشتريت طاولات وكراسي، هدول من ضمن تعتبر أساس، يعني من ضمن أصول، هاي موجودة، هاي كيف بتقاسم حقها؟ طبعا هلأ حسب الاتفاق بين الشركاء، يعني أنا مثلا نحن شريكين أو ثلاثة مثلا، نحن بنتفق أنه مثلا بالتساوي الحصص بتكون بالتساوي، يعني سواء أنا خسرت أو ربحت بالتساوي، المشروع قابل أنه يحقق أرباح والمشروع قابل أنه يحقق خسارة. فأنا لما جينا عدينا نحن سكرنا المشروع، تعا يا محاسب الشركة أنت مسك لنا الحسابات من البداية للأخير، أنت المفتاح تبعنا، أنت يعني مثل ما فتحنا أنت فتحت المشروع أنت بدك تسكر المشروع. بيجي المحاسب بيعدل له قوائم الدخل والميزانية، أنتوا عن كل هيك وعليه كل هيك. يعني أنا بجوز لما صار بإشار 11 بسكروا المحل، طيب أنا بياع الفروج اللي عليه المصاري، صح ولا مو صح؟ أنا بدك تعطوني حتى لو سكرت المحل، أنا ما دخلني بين شو بصير بين الشركاء، أنا كصاحب حق بدي حقي، مظبوط؟ فهون قوة المحاسب تلعب دور كبير بأنه يعدل له القوائم صحيحة. هلا في حسب الاتفاق في بداية العقد إنه الشغل إنه فيه يعتبروا مثلا الأساس بيعتبروا مصروف، مثلا نهاية هاي الأساس عندنا لما اشتريناه نحن ب 11,000، اليوم الأساس بيسوى عندي 5,000، أنا عندي خسارة ببيع الأصول،
إذا محاضرات قادمة أو نتوسع في الأصول مثلاً وإعادة بيعها، أنا رجعت بعت الأصول فأنا هون حققت خسارة. كان أنا مشتري بداية الشغل بداية الميزانية، أنا عندي كان مثلاً الأصول لما اشتريتها كانت 11,000، بس في نهاية العام صار بتساوي عندي مثلاً 5,000، عرفتوا؟ فأنا أنتبه على الأصول هاي 5,000 بعناها، شو بيطلع لك؟ نص خد النص، بيطلع لك ربع خد الربع. بهيك بصير تصافي يعني باتفاق. وإذا صار عندهم أي إشكالية مثلاً أصحاب رأس المال اختلفوا مع إدارة المطعم أو مع المحاسب أو كذا، نحط طرف ثالث يكون مختص بهذا المجال. عرفتوا كيف؟ نحط طرف ثالث يكون هو مختص في هذا المجال، إنه مثلاً نجيب لجنة محاسبة تدقيق مثلاً هاي حتى نقوم نسكر هذا المشروع، يكون بالتراضي وبالتساوي بين الأطراف. عنا هديل وعهد ومنهال وأسد وعليك نهيل. فهمت عليك. لا أستاذ، يعني أنا ما بقدر مثلاً لو حطيت رأس مال ما فيني أحكم على رأس المال هاد إنه حسب على رأس المال. احتمال يكون لما المحاسب يجي يعمل ميزانية الميزانية، احتمال يكون رأس المال عنده أرباح، عنده أرباح أو عنده خسارة. فنحن هون نشوف كيف بده يحدد إنه هو هيك. يعني مثلا مستثمر أعطى لبني آدم مصاري قال له خذ هاي 50,000 دولار روح افتح فيها مشروع ودخل لي أرباح بالشهر، المستثمر كيف بده ياخذ قرار إنه أنا فعلا هذا المشروع ناجح أو مش ناجح حتى لو أنا شهريا بعطيه الأرقام؟ يعني هل في نسبة ما هي قلت لك أنا قائمة الدخل شو بتحدد لي؟ بتحدد لي صافي الربح أو الخسارة. يعني أنا لما بجي بعمل قائمة الدخل ببين عندي إذا أنا ربحان ولا خسران. يعني من قائمة الدخل ببين أنا عندي، أنا مثلا هلا بالمطاعم شوي بدهم يكون عندهم يتبعوا سياسة محاسبة التكاليف. يعني حتى محاسبة التكاليف اللي لازم يتبعوها، اللي هي عندهم مصاريف مباشرة وغير مباشرة. عنده حتى في عنده مثلا نسبة هدر. يعني شلون اليوم أنا لما بشتري الفروج مثلا، الفروجة بشتريها مثلا وزنها 2 كيلو، بتكون فروجة حي مثلا إنه 2 كيلو، بعد ما أشتريها بجوز تصير 1.5 كيلو، عرفتي؟ فعنده إن موضوع المطعم شوي محاسبته لتكون الشخص اللي بيستلم محاسبة عنده اللي يكون شوي عنده خبرة أكثر في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه بده يعرف كيف يعمل حساباته، كيف يسجل عنده. فأنا لما بنهاية هاي جينا لنهاية السنة، إجوا أصحاب رأس المال قالوا له لفلان تعال إلا لمدير الشركة مثلا مدير المطعم إنه نحن ما عم نشوف أرباح، ما عم يجينا شيء. يعني أنا فاتح مطعم حاطط رأس مال 200,000 ومصلي سنة عم بشتغل إنه أنت عم تستثمر هال200,000 ما عم تعطيني أرباح. طيب إنه معقولة بتناسب رأس المال؟ طيب شو بدنا نعمل؟ والله رحنا اتفقنا إنه خلاص رح نوقف الشغل، بدنا نسكر المطعم. تمام، هون لما بدنا نسكر المطعم هون دور المحاسب، ودور المحاسب كتير مهم في هاي النقطة هون. ليش؟ لأنه هو المحاسب هو العرفان شو فيه شو ما فيه، عرفتوا كيف؟ يعني بيعرف المحاسب من خلال تسجيله للفواتير، من حساب المشتريات عنده، من خلال المبيعات عنده، بيعدل له القوائم الدخل وقائمة رأس المال وبيعطيه إياها. هلا في حال أنا ما اقتنعت، أنا رأس صاحب رأس مال ما اقتنعت في القوائم اللي عم يعطيني إياها المحاسب عندي، فأنا شو بدي أعمل؟ من نحن حتى نصير في طرفين بنجيب طرف ثالث. يعني بنجيب طبعا الطرف الثالث مو حيض الطرف الثالث انا بروح بجيبه بده تعال حل لي المشكله بيني وبينه، لا بده يكون اشخاص من مكاتب المحاسبه والتدقيق. ايه مثلا لجنه شركه محاسبه تدقيق استشارات محاسبيه كذا، هل هن بيجوا هن بيعملوا بيدرسوا الموضوع بيشوفوا شغل المحاسب تسجيلاته شو عنده مصاريفه شو عنده ايراداته شو عنده التزامات شو ما عنده التزامات، وبيرجعوا بيعدوا له القائمه جديده ويقولوا له هذا اذكروا هذا عليكم. يعني هون بدك خلص صاحب راس المال بده يقتنع، ما في خسران ربحان، بدك تقتنع انت قررت تسكر المشروع والمشروع كان خسران.
أو كان ربحان، ربحك بيتجاوز خلال هذا العام مثلاً 20,000، خلاص هذا ربحك 20,000. لما بدي أعمل أنا ميزانية، لما بعمل ميزانية أنا، لما بعمل ميزانية وبقول له إنه أنا هاي بنهاية العام أنتوا عندكم أرباح 30,000 مثلاً، أرباحكم 30,000، هاي كيف بنوزعها؟ مثلاً إذا هن شريكين بقول لك مثلاً نص بالنص، بجوز واحد ياخذ تلتين وواحد تلت. هلا أنا بس بعرف شركة هن صاحب رأس المال هو واحد، رأس صاحب رأس المال هو شخص واحد، ولكن مسلم أحد قرايبينهم مدير للشركة، معتبر يعطيه حصة من رأس من الأرباح. مثلا إحنا أرباحنا في السنة 50,000، هاي 50,000 إحنا بنقسمها على ثلاثة، مثلا على ثلاث أشخاص. الشخص الأول هو صاحب رأس المال، الشخص الثاني هو المدير مثلا، لأنه أنا معتبره أنا شريك في العمل، لأنه يعني هو عليه الشغل إدارة وكذا، وأنا رأس المال فأنا بعطيه ربح مثلا. والشخص الثالث هو رأس المال، نحن نضيف رأس مالنا، نزيد رأس مالنا من خلال السنوات، من خلال أرباحنا نضيف رأس المال، فمقسمينه لثلاث أشخاص. عرفت كيف؟ فهون حسب لما أنا بجي بقول لما هذا المدير يكون أخذ ميزانية من المحاسب ويعطيها لصاحب رأس المال، إنه نحن هاي ميزانية عنا وهاي أرباحنا خلال العام، مثلاً 30,000 ولا 20,000 ولا 50,000. هون خلاص عنده حساب. هلا بجوز صاحب رأس المال انت حاطط لي شغله انا ما اقتنع فيها، تمام بنحلها، في تعديلات نعدلها طبعا ضمن المنطق، ضمن القواعد المحاسبيه عندنا. مو ما اقول انا اللي نحن مشترين سياره، اول ما اشتريناها باول السنه كان حق 10,000 دولار، جينا بنهايه السنه طيب ما تطور السعر وكذا والغلاء والشيء اللي صار، سيارة صار بيسوى حقها مثلاً 12,000 أو 13,000 دولار، تمام؟ وما تجي تقول لي السيارة خلاص شيل لي إياها، ما عاد بدي إياها. لا، أنت عندك إثبات، عندك أصول، أنت عندك سيارة بدك تثبت قيمتها، أنت ما في تقول أنا ما بدي أثبت قيمتها. فهذا نفس المبدأ، لما أنتوا هذا المطعم أصحاب الرأس المال ما اقتنعوا في القوائم اللي قدم المحاسب، بدهم يلتجئوا لطرف ثالث هو بحل النزاع بيناتهم. سواء طبعا ما بقول على المحاسب شخص واحد، ربما الاداره يعني بشكل عام اداره المطعم مع اصحاب راس المال انه ما صار في اتفاق، بنجيب طرف ثالث هو بحل هالنزاع بيناتهم. يعني بصير هيك مشاكل وارده انها تصير. وصلت استاذ، شكرا كثير. هلا استاذ، عندي سؤال. تفضل. قائمة الدخل هل يدخل فيها رأس المال؟ هل يتسجل فيها رأس المال بأي شكل من الأشكال؟ لا 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 أبداً أبداً أبداً. تمام. طيب رأس المال، بدي أسألك سؤال أنت، لا بسألني يا أنت نفسه، رأس المال شو هو؟ شو طبيعة الحساب؟ لأي حسابات بمين؟ الأصول صح؟ لا، رأس المال لحقوق الملكية، هو طبيعته دائم، تمام. أنا ما بسألك على الطبيعة، بسألك على أي نوع من الحسابات بينتمي إلى حقوق الملكية. طيب أنا عندي حقوق الملكية هي وين بتنحط؟ ضمن الميزاني، مع رأس المال من ضمن الميزاني. صحيح، هذا هو. هلأ في عنا شكل تاني قائمة الميزانية أو المركز المالي. الشكل الثاني بيكون إنه على شكل جدول، مثل ما قلنا هنيك قبل شوي كان مثل ميزانية حرف التي، كمان فينا نقول بالشبيه لميزان الأستاذ، دفتر الأستاذ، بيكون طرف مدين وطرف دائي. هون ميزانية بشكل الثاني إنه عمودية، بشكل عمودي ناخذ الاصول، نبدا من الاصول. هسه شو عندي؟ اصول ثابته، شو عندي؟ اصول متداوله، شو عندي؟ اصول غير ملموسه. طالع الرصيد تبعه، وبعدين بيجي على رصيد بعد ما طالع مجموع الاصول، بيجي على الخصوم
كمان بطالع الخصوم المتداولة وغير المتداولة وحقوق الملكية، ومنطالع مجموعة منلاحظ أنه الطرفين رح يتساووا عندي. طيب أنا بيجي واحد إلي مثلا سؤال بيسألني إياه أنه فيني أنا أحط حقوق الملكية قبل خصومة المتداولة؟ إيه فيك تحط. ليش؟ لأنه طالما أنت عم تحطها بنفس الطرف، أهم شيء ما تغير طبيعة الحساب أو ما تغير مكانه. يعني هلا مثل ما بيقولوا أنه هلا بعملية الجمع مثلا بتقول 3 زائد 4 ولا 4 زائد 3 نفس الناتج رح يعطيك، بس لما بتقول بيكون مثلا عندك 4 ناقص 3 جوابه 1، بينما تقول 3 ناقص 4 جوابه ناقص 1، فهذا غلط. مثلا الجمع عملية تبديلية، أما الطرح ليس عملية تبديلية. نفس الوقت نفس عنا هون، فينا نعتبر مثلا فيني بدل بالحسابات، فيني حط أوراق الدفع بعد أو بعد الدائنون بالترتيب، ما عندك مشكلة، رتب كيف ما بدك. مثلا بتقول أنت مثلا بالموجودات مثلا مثلا بحط المباني قبل الأراضي أو الأراضي بعد الأساس، ما عندك مشكلة بالترتيب، ما في مشكلة، بس المهم أنك أنت عم تحطها في الطرف الصحيح لإلها، وحدة قبل وحدة مو مشكلة كترتيب، بس ولكن أنك أنت بتغير روت اللي والله الأراضي بدي أحطها تحت، لا هيك أنت يعني مفهوم المحاسبة عندك أو أنواع الحسابات أنت أبداً ما أنا فهمانة ولا عارفان شو هي، بينما أنا لا بعرف أن الأراضي من ضمن الأصول الثابتة، لا عندي أكثر من أصل ما في مشكلة، برتب بيناته كيف ما كان ما في مشكلة، بس المهم أنه ضمن أصول ثابتة، ضمن أصول متداولة، عرفتوا كيف؟ هيك معلش، بس أما روح غير بالحساب، روح شيل الأساس حطه بقائمة الدخل، غلط. ليش ما غلط ما بصير حطه بقائمة الدخل؟ لأنه لما بده يصير هني أول شغلة هو أساسه من الأصول من الموجودات عندي، ثاني شيء رح يختلف عندك صافي الربح. أنا لما بدي يختلف عندي صافي الربح بجوز أنا يصير عندك خسارة، يبين عندك بصافي الربح يطلع خسارة وأنت فعليا ربحان. فأنت لما بترتب الحسابات في أماكن صحيحة فأنت بتعطي نتيجة صحيحة، يعني إما صافي ربح أو صافي خسارة. طبعا هيك بكون احنا تعرفنا على قائمة الدخل وعلى الميزانية العمومية اللي هي تسمى ميزانية رأس المركز المالي. في إن احنا بس نوكل بشغلة، هلا نحن عندنا هون بالميزانيه ميزانيه عموديه، تمام؟ انا ما بفضل هذا النوع الثاني، ما بفضل انا النوع الثاني، نحن خلونا نشتغل على النوع الاول هو هذا احسن، يكون النواتج جنب بعض، تعرف المدين الدائن وتعرف عمليتك الجمع بتكون اسهل واسلس لموضوع الجمع والسرعه بالتحضير. حتى هون لاحظوا بالجدول الثاني في خطأ، يعني أنا أحاول إنه اكتشف الخطأ. حاطين هن إنه مجموع 240,000، هن مطالعين اللي عند الأصول الثابتة. طيب والأصول الملموسة 55,000 مو جامعينا، شايفين؟ هذا أحد أخطاء، وتحت أكيد في عنده الخطأ لأنه 205,000 950، قديش بصير مجموع مليون، مليون وشوي عندك، يعني عنده الخطأ في المجموع هون إذا تلاحظوا، يعني عندك مثلا مجموع 205,000 زائد 950,000، يعني عندك مجموع 1,155,000 زائد بيكون عندك 1,585,000، فبيطلع عندك المفروض 2,740,000
تجدينها هن 2,040,000، ففي خطأ في عملية الجمع، شايفين؟ هي مفروض مثل الأولى، قائمة الأولى هي يعني جمعة صحيح 2,740,000. ليش هذا الخطأ؟ لأنه هن الأصول غير ملموسة، ما جمعوها. لما تجمع 150,000 مع 2,040,000، حتى حاطين بس أصول الثابتة، طيب والمتداولة وين؟ 150,000، والغير ملموسة وين؟ 550,000. فهذا شكله غلط. هلا أنا بجوز خطأ في مو شكل الشكل غلط، لا، بس أثناء عملية الجمع مخربطين وحاطين فقط الأصول، إجمالي الأصول الثابتة، هو هذا غلط يعني. فله السبب أنا أفضل النوع الأول، هو النوع الأصح والأوضح بالنسبة للجميع. هذا النوع، هذا أنا أفضل هذا النوع، هذا الشكل بيكون أحسن. ما طرف مدين يحط أصول، طرف دائم يحط الخصوم، والفرق بيناتهم بيطلع عندي التوازن. طبعا إذا ما حطيت الأرباح أو الخسائر اللي جبتها من قائمة الدخل، رح تلاقي إنه فرق رح يكون بهذا المبلغ يعني. طبعا المثال اللي حليناه نحن، اللي أخذناه وظيفة وحليناه، وظيفتكم لبكرة إنه تطالعوا قائمة الدخل وقائمة رأس المال، قائمة ميزانية المركز المالي من حساباته هو، يعني من ميزان المراجعة، تعملونا قائمة الدخل والميزانية. هاي وظيفة للجميع لمحاضرة بكرة. طبعا اليوم المساء، اليوم المساء الكل بيحله وبيبعث لي اياه على الخاص. استاذ ممكن نأجل الواجب لانه عندنا مراجعات للاختبارات، عندنا اختبارين ونريد نراجع لهم. الواجب ما الواجب اعطيك اياه انا، ما بياخذ من وقتك 10 دقائق، لانه انت الحسابات كلها جاهزه عندك، بس انك تعمل لي شكل ميزانيه وشكل قائمه الدخل، وخلال ربع ساعه او 10 دقائق بالكثير انك انت فرزت كل حساب لوين راح. الهدف منه انا بس اعرف انه شو الوظيفه، انه تعرف انت هذا الحساب وين بيروح، بقائمه الدخل ولا قائمه الميزانيه. يعني ما بده وقت، الوظيفه ما بده وقت، ما عندك حسابات كثيره، يعني 13 حساب هن، 13 حساب راح يتوزعوا على قائمتين، قائمه الدخل وقائمه المركز المالي، يعني نص ساعه بتخلصه. طبعا المثال محلول عنكم بالمجموعه. استاذ اللي هو الواجب اللي احنا كنا من اول ما بلشنا واحنا عم نبني عليه، هو نفسه، هو نفسه ما بدي اعزمكم بمثال جديد، اعطيكم مثال جديد انه تكتبوا القيود ودفتر استاذ وميزان مراجعه وتعملوه. لا، هلا خلونا المثال نفسه اللي اخذناه نحن، اول شيء كتبنا قيوده، بعدين حلينا دفتر استاذ وميزان مراجعه، هلا بنحله بالقوائم. يعني حتى القوائم 13 نوع حساب، يعني ما هو كثير عنكم يعني الصراحه. يعني لو انا شايف انه الواجب طويل او يحتاج لوقت كثير، ما كنت اعطيتكم اياه اليوم، بس رح ناخده لانه بس نخلص الامتحان رح نبلش نحن نعطي بقى تمرين شامل غير هذا التمرين اللي اخذناه نحن. رح يكون في تمرين شامل بكتابه القيود، بدفتر استاذ، بميزان مراجعه، بالقوائم وبقيود التسويه. هاي للمحاضرات القادمه رح يكون نهايه المنهج، رح يكون في عنا طبعا مثال شامل لكل شيء اخذناه. فهلا اذا حدا عنده اي سؤال عن القوائم، انا ما بدي اعطيكم ادخل في موضوع ثاني. طبعا هو في امثله محلوله عن الميزانيه او عن قوائم الدخل، يعني حاطين هن هون مجرد امثله انه الايرادات وين بتنحط والمصاريف وين بتنحط، والفرق بيناتهم بيكون هو صافي الربح. بعدين واحد بيحط قائمه الميزانيه مدينه دائم، وبيحط الارباح وبيطلع معه الاجمالي. وملاحظه كثير مهمه، ميزان المراجعه زائد قائمه المركز المالي او الميزاني
دائما لازم تساووا عنك. اذا ما تساووا معناته انا عندي غلط، انا عندي غلط. لذلك قائمه الدخل مو شرط تتساوى. ليش؟ لانه قائمه الدخل انا بدي اياها من الاساس ما تتساوى، بده تكون في عندي فرق اما ربح او خساره. شيء طبيعي ما يكون انا ايراداتي قد مصاريفي، معناته انا ما عم بحقق لا ارباح ولا خسائر. فهذا ما في اي منشاه او اي شركه او اي نشاط تجاري بيكون ايراداته قد المصاريف، مستحيل قطعا. يعني من الواقع العلمي تبعنا ما في هيك شيء، ولكن ربما تصدف نادرا بس، ولكن ما في يعني منطق، ما في بالمنطق ما في. انا اليوم اذا بدي اشتري غرض، انا عم اشتري مثلا محل تليفونات، انا اليوم اشتريت تليفون ب 11000 بعته ب 15000، معناته انا حققت ربح، حققت شيء. هلا عندك مصاريف، عندك كذا، لانه انت راح تسجلها، بس بنفس الوقت انت ما بتبيع قطعه تليفون واحد، عم بتبيع اكثر من تليفون، عم تشتري، عم تبيع، عم مثلا بتبيع كفرات للموبايل، بتبيع مثلا شواحن، بتبيع سماعات، بتبيع كذا. فانت بكل قطعه بتبيعها بتحقق فيها ربح. هاي ارباحك، اجمالي الارباح تبعك، شو بتساوي فيها ايراداتك فيها؟ هاي بتطرح منها المصاريف اللي انت ساويتها، اللي انت دفعتها خلال مثلا الفتره المالية. بعدين الصافي هو بيكون ربح لإلك، او ربما تكون خساره، لانك يعني انت ما عم تعرف تسعر البيع مثلا على قد انه طالع مصاريفك وطالع ارباحك. يعني هذا موضوع ثاني، انه خطا في التسعير هذا موضوع غير، بس ولكن انك ما تطالع يكون عندك ربح او خساره مستحيل، لازم يكون في ربح او خساره. طبعا امثله بسيطه، مثلا عندنا هون ميزان مراجعه لاحد الشركات فيها البنك 75000 ورأس المال 1,200,000، صندوق 25، أوراق دفع 85، مدينون 35. عندنا هون الإجمالي ميزان المراجعة، هون إجمالي ميزان المراجعة هو 3,110,000. طبعا هذا ميزان مراجعة. لما عملنا قائمة الدخل لإله، طبعا طالعنا مصاريف خدمية وتسويقية ومصاريف إدارية وعمومية، طلع معنا المجموع، وعندنا مصاريف إيرادات مجموع 755,000، فرق بيناته 385,000 اللي هي. هلا هون ليك تلاحظ بهذا المثال، إن هون ضموا المصاريف الخدمية والتسويقية لحال، مصاريف إدارية وعمومية حطوها لحال بالإجمالي، ما ذكروا هو الكل. عرفتوا كيف؟ يعني هون لما نجي شوي لمثالنا السابق، بنقول مثلا احنا عندنا هون مصاريف خدمية وتسويقية 120,000. طيب عندنا هون مثلا البنك بنحط في الميزانية، رأس المال في الميزانية، صندوق في الميزانية، أوراق الدفع بالميزانية، مدينون بالميزانية، أوراق قبض بالميزانية، القروض بالميزانية، الأراضي بالميزانية. طيب مصاريف خدمية وتشغيلية هي قائمة الدخل، حطها في قائمة الدخل. مباني بالميزانية، آلات ومعدات بالميزانية، دائنون ميزاني، أساس ميزاني، براعة اختراع ميزاني، إيرادات استثمار قائمة الدخل، شهرة محل ميزاني، مصاريف إدارية عمومية قائمة الدخل، إيرادات واستشارات هندسية قائمة الدخل. طيب أنا عندي هون، لاحظ أنه أنا عندي أربع حسابات، أو أربع حسابات عندي ياهم قائمة الدخل، اللي هن مصاريف خدمية وتسويقية ومصاريف إدارية وعمومية، هاو طرف المصاريف، وطرف الإيرادات عندي إيرادات استثمار وعندي إيرادات استشارات هندسية. أنا حطيته الطرف الثاني، والفرق بيناتهم هو بيكون إما صافي ربح أو خسارة. طبعا احنا هون شفنا أنه عندنا الربح صافي الإيرادات أكبر من المصاريف، فمعناته أنا عندي ربح. نجي على ان الحسابات الباقيه اللي هي الميزانيه، ان بتكون اما طرف مدين او طرف دائن، حسب انا فهمي لطبيعه الحساب ولنوع لاي حساب بينتمي. يعني انا عندي البنك مدين ولا دائن؟ مدين، حطه طرف المدين اللي هو من ضمن اصول متداوله، وهكذا لحتى نسكر كل الحسابات ونرجع نجمع الميزانيه لاقيها متساويه.
قيود الإقفال الحسابات. طيب أنا لما عديت في نهاية العام عملت الحساب قائمة الدخل وقائمة الميزانية، أنا بتوجب علي إيش أساوي؟ إنه أقفل هذول الحسابات لحتى انتقل لسنة جديدة بحسابات مصفرة يعني مثل ما بيقولوا. فنحن في نهاية السنة بدنا نقفل الحسابات الإسمية اللي هن المصاريف والإيرادات والأصول والخصوم، نقفله بحساب كل شيء له حسابه. يعني عندي أنا المصاريف بين قائمة بقائمة الدخل من ضمن قائمة الدخل بقفله، أو في نحن حساب أرباح وخسائر بنسميه، كان سابقا يسمى حساب الأرباح والخسائر، هلا بسموه قائمة الدخل. فأنا بقول الحسابات المصاريف شو هي؟ مدينة، حساباتها مدينة. فأنا بجعلها دائنة في قيد القفل، بجعلها دائنة المصاريف. قول من حساب قائمة الدخل اللي هي الإجمالي المصاريف إلى حساب مسكورين، عندي نوعين من المصاريف، مصاريف خدمية وتسويقية، مصاريف إدارية وعمومية. هيك يكون قفلت المصاريف، أنا هذا هو قيد إقفال المصاريف من حساب الدخل إلى حساب المصاريف مسكورين يعني. والإيرادات بيكون القيد بالعكس، من حساب مسكورين اللي هن الإيرادات هن دائنة بجعلوا المدينة عشان نقفلوا مع بعض إلى حساب قائمة الدخل. يعني فيك تقول مثل دفتر الأستاذ يعني تماما، لما بعد ما القيود كتبناها هيك ده تصير عندك في عكس بعض. هاي هي قيود الإقفال تبع المصاريف والإيرادات. مصاريف مدينة بقيد الإقفال بجعلها دائنة، وبحط بالطرف المقابل لإله هو طرف قائمة الدخل، والمبلغ إنه بيكون متساوي في كلا الطرفين. الإيرادات نفس الشيء، راح يكون عنا إيرادات هي دائنة بجعلها بقيد القفل، نجعلها مدينة إلى حساب قائمة الدخل اللي هي 755,000، والإيرادات المبلغ مجزأ إلى طرفين، بنحط كل طرف بما ذكر في القيمة. أستاذ يعني لازم يطلع الميزانية وقائمة الدخل متساوية؟ لا، قائمة الدخل لا مو شرط يطلع متساوية، قائمة الدخل يطلع عندك فرق إما صافي ربح أو خسارة، بس الميزانية لازم يطلع متساوية عندك، طرف المدين مع الدائن. طيب أنا لما عملت قائمة الدخل وطلع عندي أرباح، طلع عندي أرباح بمبلغ 385,000، طيب أنا هذا الربح بدي أعطيه لمين؟ لصاحب رأس المال، لصاحب الرزق. فأنا بعطيه مثلا، بكون أنا فاتح له حساب له حساب جاري، وبعطيه أنه من حساب قائمة الدخل اللي هو مبلغ 385,000 إلى حساب جاري المالك. طيب ليش جاري؟ شو صار هون؟ أخذ حسابه هو من ضمن 385,000، حساب بيكون طرف دائم، حساب في توزيع الأرباح لما بيكون يوزع الأرباح، ومن حساب قائمة الدخل. ليش قائمة الدخل؟ لأنه الرصيد طلع عندي مدين. من حساب قائمة الدخل إلى حساب جاري المالك في حال الخسارة. تفضل أستاذ. هلا إحنا هون عم بنوزع الأرباح. طب أنا مثلاً السنة اللي بعديها من وين بدي أجيب مصاري لحتى أشتغل؟ هون أنت عندك رأس مال وعندك مدينون وعندك دائنون، هو عندك توزيع الأرباح. أنا قلت له أنا كشريك أرباحي هاي السنة بدي إياها، أنا بطلع لي ربح 20,000 هاي السنة في نهاية السنة باخدها. هلا أنت بدك تكملي شغل، فأنا عندي رصيد بالبنود، عندي رصيد بالصندوق، عندي رصيد بالمدينون، الزبائن رح ترجع لي فلوس، تعطيني فلوس، عرفت كيف؟ رح يعطوني مصاري الديون اللي عليهم، بدي أدفع أنا الديون اللي علي، عرفتي؟ أنا ما وقفت، أنا ما سكرت أنا وبعدين بديت من جديد، لا،
انا هون عم بعطي الربح، يعني الربح ايش هو؟ ما يخص العام فقط. يعني انا السنه سنه 23 بنهايه السنه صار عندي ارباح 10000، هاي الارباح 10000 بعطيها لصاحب راس المال انه هاي 10000 هاي ارباحها كاي سنه بده اياها بشيلها بعطيها وبقفلها من ضمن قيود الاقفال بسكرها. لا قال لي انا ما بدي اياها، حط لي اياها براس المال. فبدل ما يكون القيد عندي اياه هون الى حساب جاري المالك بصير لحساب راس المال، انا هون زدت زياده راس المال بمقدار الارباح. عرفتي؟ هو انا رح تكمل مشروع، انا ما وقفت، بس شلون رح تكمل مشروع؟ انا عندي مصاري بالبنك، عندي مصاري بالصندوق، انا عندي مصاري باوراق الدفع واوراق القبض مثلا، عرفتي كيف؟ فانا بكمل مشروعي من خلال هاي الارقام، من خلال هاي الحسابات بكمل مشروعي، انا ما وقفت. بس انا هاي السنه طلع مربح 10000 بعطيه لصاحب راس المال، هو حر اما بياخده او بيزيد براس المال فيه. استاذ شرحك مفهوم، بس القيد يعني اللي انت كتبته من حساب الدخل الى حساب هذا الى حساب الجار، ليش يكون الدائن هو حساب الجار؟ ليش ما يكون بالعكس؟ لانه انت اعطيت له فلوس، ما هو اللي اعطاك الفلوس. لا هو ما اعطى الفلوس، نحن هو الارباح هي تبعه الارباح، كانه هو بيعطي الشركه ارباح. بتقفل انت هنا قيود القفل تجي معاكسه لقيود الافتتاحيه تبعها القيود العادي، هون بالعكس تماما. قيد الاقفال بيكون بعكس طبيعه الحساب، قيد الاقفال بيكون بعكس طبيعه الحساب. يعني انا لما بقول بقفل انا قائمه الدخل مثلا لو رصدناها وكذا، نجي بنلاقيها مثلا هون قائمه الدخل شلون هي مدينه، بقيود الاقفال باخذ طبيعتها مدينه. قيد الاقفال في حال الربح، في حال الربح يكون القيد مدين، في حال الخساره راح تكون دائنه فبحطها دائنه. عرفت؟ اها يعني بالعكس تماما. استاذ عندي سؤال. تفضل. هلا اذا انت هلا حضرتك حكيت لو مثلا انا اللي ربحت، انا الشريكه وربحت 20000 هاي السنه وقلت انه بدي نحطه براس المال، هل السنه الجايه بقدر يعني ارجع اخذهم هذول الربح ل 20000 او خلص انه بما انه صاروا براس المال انه خلص يعني بيروحوا بيبطلوا من الارباح اللي بقدر اخذهم؟ السنه اللي بعدها ما بحطها براس المال، فانا السنه اللي بعدها لما بقعد بعمل الميزانيه، ميزانيه ما بحط راس المال مثل تبع السنه الماضيه، بده يزيد عندي. لما باخذ رصيد انا من دفتر الاستاذ، انا مو حاطط مرحل انه عندي 10000 او 20000 هاي ارباح السنه الماضيه، فانا لما برصد حساب راس المال بلاقي انه انا راح ازاد راس المال لحسابه، زاد عندي، زاد بمقدار الربح. فانا لما بدي اجي اعمل ميزانيه بالسنه اللي بعدها، فراس المال بحطه في الرصيد الجديد لإله وليس الرصيد القديم. تمام. بس هيك يعني الربح ال 20000 هيك ممكن يتوزع على الشركات الثانيين صح؟ طبعا. ما هو هذا المفروض لإلي. ما هو انا احنا هون مثلا في هذا المثال انه عندي شريك واحد. طيب انا هاي السنه ربحت، انا قلت لكم انا مثلا انا الشركه بعرفها مثلا ربحت 20000، هن شريكين بس، ولكن اعتبروا راس المال، رصيد راس المال هو شريك ثالث معاهم، كان يزيدوا راس المال تبعهم ما ينقص. ليش هذا بيعملوا؟ هذا مبدا الحيطه والحذر، عشان انا راس المال عندي ما اطلع خساره بعد 3-4 سنين، انا هيك عم بزيد راس المال من خلال ارباحي. عرفتي؟ لما عم بربح عم بزيد راس المال، عم بزيد راس المال. عرفتي؟ عم بحط لما انا عم بربح مثلا، جينا مثلا خلينا ناخذ مثال واقعي اكثر واشرح لكم اياه. مثلا انا عندي شركه، انا وشخص ثاني، نحن اثنين عندنا شركه، اسسنا شركه واشتغلنا. طبعا انا اعطيته مصاري 100000 او 200000 وهو راح بلس، هو استلم الاداره والشغل. طيب اتفقنا انا وياه انه في نهايه العام الارباح راح نقسمها مو النص بالنص، يعني انا نص وانت نص، لا نقسمها على ثلاثه، يعني ثلاث اشخاص بياخذوا راس الارباح. طيب اتفقنا واشتغلنا على هذا الاساس. في نهايه العام اجى المحاسب قالنا انه انتم
عنكم من خلال قائمة الدخل اللي سواها عنا صافي أرباح مثلا 30,000 دولار. طيب تمام، جينا 30,000، جينا 30,000 وإن طلعنا هيك إنه تمام 30,000، شو رحنا متفقين؟ متفقين بدل ما نعطيه أنا 15 وهو 15 إنه لا رح يكون أنا إلي 10 وهو إله 10 وعشرة بنحطها لرأس المال. ليش حطيناها لرأس المال؟ حطيناها لرأس المال مشان نحن لقدام ما إذا صار عنا مثلا خسارة أو شيء، يعني أحداث إنه بجوز تأفلس الشركة أو شيء، أو يعني أي مبدأ حيطة والحذر أي سبب يكون ما، نحن قاعدين احتياطاتنا إنه عم نزيد رأس المال مشان ما نطلع بعد 4-5 سنين والله رأس المال عنا يا صفر. لا، رح نقعد عم نزيد رأس المال خلال السنوات العمل اللي تبعنا عم نشتغل فيها، نزيد رأس المال ويكبر شغلنا. عرفتي كيف؟ فأنا بهالحالة أنا هون شيء طبيعي أنا بدي أقسمه لكل واحد رأس المال بدي يتوزع على الشركاء الثلاثة. بس أنا شو قلنا نحن؟ لما منزيد رأس المال مات أنا هون أعطيت حصة فقط لرأس المال، ما أعطيته كل الأرباح. لما بعطيك كل الأرباح كأني أنا بقوله للشركة الثانية أنت ما بيطلع لك شيء لأنه أنا صاحب رأس المال. عرفت كيف؟ لما بكون صاحب رأس المال هو شخص واحد وهو راح يأخذ أرباح فقط لإله، معناتها تتوزع على شخص واحد، يا بياخذ صاحب رأس المال بإمكانه يسحبها كقيمة وياخذها يصرفها هو لحاله، أو بيقول لك أنا ما بدي إياها حط لي إياها برأس المال، أو بيقول لك أنا أترك لي إياها بحسابي ودور لي اياها لسنة الجاي مثلا. يعني هون حسب بقى أنا شو نوع العمليه بنكتب له القيد وبنثبته. اما بيكون تفضل في شخص يحاول يدخل اعطيته دخول بس في عنا حسام مضاف جديد وفي يمكن انعام دخلت طلعت تقول ما يفتح معها. المهم فنحن لما بنعمل القوائم بالنهاية هاي الأرصدة اللي طلعت معنا صافي الربح رح نوزعه إلى حصص الشريك في حال الربح أو في حال الخسارة نخفضه من القيمة تبعه. يعني أنا ليش في حال الخسارة ليش حطيته بالعكس؟ لأنه أنا بالعكس أنا بدي أخصمه من صاحب رأس المال، من إذا كان أكثر من شخص فبحط أكثر من شخص هون حسب الاتفاق اللي بيكون مسجل في نهاية العمل. يعني لما بيقول لي صاحب رأس المال بيقول لي مثلا أرباح إلي نص ولفلان نص، تمام نص هون ونص هون مثلا على ثلاثة أنا وهو ورأس المال. نحن إيش الفكرة؟ إن نقوي رأس المال من خلال أرباحنا السنوية اللي عم بتصير. هون بيقولون في عنا بحث كامل عن موضوع زيادة رأس المال، هون تغيرات الحقوق الملكية اللي هي زيادة رأس المال إما بزيادة أو في النقصان. هذا في موضوع بحث كامل لإله في محاضرات تانية بناخده إن شاء الله. بس نحن هون بعد ما عملنا قيود الهي بنسجل عنا قيدين، قيود الإغفال في حال الربح والخسارة، ما ضل عنا شيء ثاني، يا ربح يا خسارة. هيك بكون أنهينا محاضرتنا لليوم. حدا عنده أي سؤال؟ أستاذ ممكن بعد بس ما نحل الواجب ونخلص ممكن تعطينا مجال لبكرة أنه إحنا نسأل إذا كان ما عندكم أي مشكلة. أنا الأسئلة بأي وقت ما في مشكلة، يعني بس أنا ما أقصد لحد الآن إذا في فقرة من الشيء اللي أخذناه اليوم مو مفهوم مثلا لأرجع عيده مشان تكون عملية واضحة بالنسبة لكم وتحمل له التمرين. طبعا حل التمرين مثل ما اتفقنا قائمة الدخل، قائمة الميزانية وقيود الأغفال. عندنا قيود الأغفال للمصاريف وللإيرادات، كمان نفس الشيء الإيرادات إنه بالعكس. عنا قيود إغفال للمصاريف للإيرادات، ولا عنا نتيجة النشاط اللي بيكون هو الربح أو الخسارة.
يعني عندنا أربع قيود إغفال بنوجدوا عنا، اثنين لقائمة الدخل ولا نشاط التجارة اللي هو الربح أو الخسارة. يعني على ما يكون موجود القيدين، يعني أنا لما يكون عندي ربح أنا بكتب قيد واحد ما بكتب اثنين، أفضل كيف؟ بس إحنا هون مذكور في حال الربح كيف وفي حال الخسارة كيف يكون القيد. يعني إذا الشركة محققة ربح أنت بكتب قيد واحد من حساب الدخل إلى حساب الجاري الشريك. طيب إذا محقق خسارة فبيكون القيد في العكس فقط، يعني أحد القيود بيكون معنا في المثال. أما في حساب المصاريف فهو جرد المصاريف كاملة وجرد الإيرادات كاملة. هيك بيكون أنهينا محاضرتنا لليوم. حدا عنده أي استفسار؟ ترى اللي ما بيسأل هلا بينسأل بكرة، فاللي عنده أي سؤال يسألني قبل ما ننهي المحاضرة. إن شاء الله كل شيء تمام أستاذ، أتوقع ما في شيء حاليا. ما أنا يعني ما في كل لحظة، يعني أنا إن شاء الله متعاون معكم جميعا، وحتى لو حكيتوني بغير وقت المحاضرة أنا ما عندي أي مشكلة طبعا، يعني بجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله، ما في أي مشكلة عندكم. أيمت ما حبيت تواصل معي أي سؤال أي استفسار بعتولي وبجاوب عليه، وقت بيكون عندي فراغ أو إمكاني بجاوب على الكل. أهم شيء إنه تحضروا منيح لبكرة للامتحان. رح أعطيكم لمحة سريعة على الامتحان. الامتحان رح يكون عبارة عن نموذجين. النموذج الأول رح يكون عن طريق رابط أسئلة نظري، سؤالين رح يكون عليه 10 علامات، والسؤال الثاني رح نبعتكم على الأنسلة اليوم طبعاً، هي رح تبعت الأسئلة، رح يكون في عنكم مثال مكتوب وأنتم بتحلوه بقيود ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة. طبعاً ما بتذكر والله ميزان المراجعة إما بس بالأرصدة أو بالأرصدة والمجاميع، ما عاد أتذكر كيف كان السؤال. هاي بالاختبار؟ في حال ما كنت ذاكر أنا شو اسمه إنه شو نوع الميزان المراجعة فأخذوه بالأرصدة فقط. أما إذا طالب اثنين فأعمله اثنين. أستاذ هاي بالنسبة للاختبار؟ إيه بالنسبة للاختبار غدا إن شاء الله. في نظري؟ طبعا في عندك نظري وفي عملي. النظري يمكن مدته 30 دقيقة أو ما بعرف قديش مدة النظري، والله ما عندي فكرة. والعمل يمكن مدته ساعة. رح يكون مثال، يعني رح يكون وقت معاكم يعني كافي إن شاء الله إنه تكتب القيود وتعملوا هاي. وأنتوا إذا حبيتوا قبل ما تبلشوا يعني اعتبارا من اليوم يعني فيكم تساووا مثلا، طالما إنه العملي رح يكون إنه أنتوا تحلوه على ورقة. طبعا الكل ملاحظة كتير مهمة، الاسم بينحط فوق، لو إذا كان أكثر من ورقة فاكتبوا على أكثر من ورقة. ولما بتصوروه لا تبعتوا لي صورة عادية، صوروا بي دي اف وبعتوا لي بي دي اف لو سمحتوا. تمام سا. يعني أنا رح أرجع أكتب هاي الملاحظات على المجموعة اليوم منشان الكل يكون عنده معلومة فيها، الاسم والتصوير بعد ما تخلصوا صوروه بعتوه بي دي اف، يعني ما تبعتوا شو اسمه صورة عادية. ورح ساعدكم بشغلة، يعني انتوا فيكم مثلا اليوم الورقة رح تسجلوا عليها الحل ورسموا الجدول اليومية ورسموا كل مثلا والله ما بعرف كم حساب دفتر استاذ كان، رسموا عدد يعني منيح يعني مشان ما ياخذ وقت معك للرسم خلال انت هاي اللي هو يعني حتى ما بده شيء رسم، يعني هو حرف تي تفتحوه ترسم حرف تي وتبلش تحطه، يعني هو ما بده وقت، بس للضعيف شوي لسه
بهذا المجال انه ارسوم جهز حالك من هلا عشان بكره فورا بتحل وبتمشي، ما يصير عشان الوقت ما يصير عندك وقت ما تلحق. هذا هو المحاضرة اليوم، كل شيء واضح؟ واضح استاذ. تمام، اي سؤال اي استفسار؟ في معنا وقت 10 دقائق اكسبوها بالاسئله. بالنسبه للعمل للنظري استاذ، كم سؤال جاي ومن وين بالضبط الى وين؟ هلا احنا حكينا النظري كان في اول محاضره اللي هو تعريف المحاسبه، اساسيات، ممكن تتوقع الخصائص، المبادئ، الفروض، يعني تقريبا هدول هن اول 40 صفحه تقريبا. في ملف انبعث الاداره بعثته ملف خاص بالنظري، وفي المنهاج اللي نحن هلا عم ندرس منه في بدايته هو نظري كان. يعني استاذ رح نكتب على ورقه وقلم ولا رح يكون الاختبار؟ لا النظري، لا النظري رح يكون رابط وبتحله عن طريق الرابط. العملي رح يكون على ورقه وقلم، بعد ما تخلصوا معكم الوقت محدد، بعد ما تخلصوا بتصوروا بتبعثوا لنا اياه، وبعد بظن انه بعد انتهاء الوقت المحدد ما عاد نستقبل اي ملف ثاني. يعني الطالب يجي بعد ما يمضى من الوقت ساعه وعشر دقائق ولا ساعه ونص، او يجي بعد ساعتين يجي يبعث لي اللي هذا حل التمرين، انا ما عاد بل فيه. يمكن حتى الاداره كمان هيك بهذا الموضوع. اوكي، راح بالنظر انك راح يكون اختيار من متعدد صح؟ ايه اختيار من متعدد، وصح وخطا راح يكون. يعني ما كتبت اسئله النظري لانه حاولت العملي اهم من النظري بالنسبه لنا، فنحن خلونا يعني جبنا مثال شامل تقريبا مشان يكون عليه توزيع العلامات تكون كافيه. تمام استاذ، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما هيك ننهي محاضرتنا لليوم، وان شاء الله توفيق للجميع عشان بكره امتحان. على كل حال بكره في احنا عندنا محاضره، اي حدا عنده سؤال، اي حدا عنده سؤال او مراجعه بكره يجهزوا لليوم اسئلته. بكره بنحل التمرين هذا اللي اخذناه وظيفه اليوم، زائد انه بنجاوب على أسئلة الطلاب اللي عندهم أي شيء لشان الامتحان. منيح هيك؟ هيك بكون يعني بكرة ما رح نأخذ محاضرة، رح تكون في أسئلة تمام أستاذ، شكرا. الله يعافيك. Thank you.